أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال فمن كفر فأمتعه قليلا ثم أغفره إلى عذاب النار قال فمن كفر فأمتعه قليلا ثم أغفره إلى عذاب النار وبئس المصير.